السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كنا هنشرح خاصية الأوتو ريكلوجر، تمام، وهنعمل سيميوليشن ليها في سويتش جير 13.8 كيلو فولت. تمام، سويتش جير قدام نوات من إنتاج شركة الفنار. تمام، مبدئيا الاوتو ريكلوجر، تمام، هي خاصيه في الريلي ان هو ممكن يعمل الريلي يعمل اوتو ريكلوز للبريكر اللي طلع على فولت او طلع تريب. تمام، املا منه ان التريب اللي جه ده كان تمبرري، مثلا فرع شجره على الخط او حيوان مثلا عمل تريب للخط والتريب ده خلاص ريموفد، فبيحاول ان هو يعمل اوتو ريكلوز للبريكر وهو في السيرفيس. في حاله ان الريلي بعديها لان الدنيا نورمال والكرنت تمام مفيش مشاكل خلاص، لو لسه في تريب تاني فطبعا بيعمل تريب للبريكر تاني. وطبعا خاصيه الاوتو ريكلوز بيتعمل لها بلوك وما بيتعملش كلوز تاني لحد ما يتحل المشكله. فهنا ده البرانش بتاع الاوتو ريكلوز. تمام، ده هنا السليكتور بتاع الاوتو ريكلوز اللي موجود في اللوحه هنا اهوت. ده عندي خيارين ان انا اعمله ان او اوت، ان انا اشغل الاوتو ريكلوز فيتشر اور نوت. تمام، وده الكونتاكت بتاع الريلي اللي بيقفل في حاله الاوتو ريكلوز. تمام، وديت الكونديشن في حاله السيرفيس، ان البريكر يكون في حاله السيرفيس وان مفيش لوك اوت من الباسبار، وان التريب سيركت طبعا التريب سيركت سوبرفيجن هيلسي، وان مفيش 86 سي بي اف على الفيدر اللي انا شغال عليه. تمام، فاحنا في البدايه وصلنا طبعا هنحقن كرنت 3 فيز كرنت على الريلي اللي عندنا زف زي ما حضراتكم شايفين. هنا الليد بتاعه الاوتو ريكلوز ان، علشان انا عامل السليكتور بتاع الاوتو ريكلوز ان، يعني انا مفعل الخاصيه. فانا هحقن من الفريجا 300 واروح على التي بي اللي بتحقن على الريلي. تمام، وبتأكد طبعا ان كل الام سي بي الخاصة بالكلوزنج والتريب تكون اون. تمام، فانا في الحالة ديت بكون محتاج ان انا احقن على الريلي لمدة 30 سايكل النورمال كرنت او النورمال سيتنج بتاعته زي ما احنا شايفين. انا طبعا هنا مفيش احتياج للفولت، اخليه زيرو. او مفيش مشكلة حتى لو سبته. تمام، انا هنا حائن كرنت 3 فيز كرنت 1 امبير بالانسد. تمام، شايفين زوايا التيار 0 و240 و120، ده في الصفحه الاولانيه للفريجه. بالنسبه الصفحه الثانيه في الفريجه دي اللي هتمثل بالنسبه لي الفولت. تمام، انا هعمل سيميوليشن ان هو وصل له فولت. طبعا هخلي الفولت 0، مفيش حاجه للفولت، انا بحقن كرنت بس.
بعمل سيميوليشن للريلي ان حصل تريب لما الكرنت وصل لثلاث اضعافه، تمام، والكلام ده بخليه لمدة 3 سايكل. هاجي بقى صفحة رقم 3، هنا باين ان اول صفحة بحقنها لمدة 30 سايكل، والصفحة التانية اللي هي بتمثل عندي التريب او بتمثل بالنسبة للريلي التريبنج كارنت، تمام، لمدة 3 سايكل. تمام، طبعا زي ما شفنا في السكيم ان البريكر لازم يكون في وضع السيرفيس، علشان الخاصية دي طبعا البريكر شغال وموصل على الخط وحصلت تمبوراري فولت وهو في السيرفيس، فحاول بيحاول الريلي انه يدخله تاني املا منه ان الفولت ده يكون تمبوراري. تمام، طبعا البريكر ان سيرفيس، هبتدي احن. بسم الله كده البريكر طلع ترب، الريلي المفروض هيعد ويعمل اوتو ريكلوز للريلي للسيركت. طبعا دلوقتي البريكر دخل في الخدمة تاني، كده بريكر اون. تمام، كده بتوصل اشاره للساس ان الاوتو ريكلوز ان بروجريس، ولما البريكر بيخش تاني الخدمه بيوصل له ان اوتو ريكلوزر سكسسفول. تمام، وده طبعا علشان هو لما رجع يدخل السيركت بريكر تاني لقى ان الوضع نورمال ومفيش فولت. طيب خلينا نعمل سيميوليت للحاله الثانيه ان هو مش هيعرف يدخل البريكر تاني او في مشكله على الخط فعلا ان ده بيرمننت فولت او 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 فولت فعلي ما ينفعش ان انا ادخل الخط. فخليني اعمل سيميوليت ان في مشكله في الكلوزنج سيركت او ان في كلوزنج سيركت سبلاي فيل. تمام، كده الفولت لما هيوصل للريلي، الفولت لما هيوصل للريلي هيعمل تريب للبريكر وهيجي يدخله تاني، هيلاقي الكلوزنج سيركت مفيش سبلاي، في سبلاي فيل على الكلوزنج سيركت، فمش هيبقى فيه امكانية ان هو يدخل بريكر تاني. خلينا نعمل ستارت، البريكر هيعمل تريب طبعا في الثري سايكل اللي هما الكرنت فيهم 3 اضعاف. كده البريكر طلع تريب، وطبعا دلوقتي ادى اوتو ريكلوز ان سكسسفول، بمعنى ان هو جه يقفل البريكر لقى الكلوزنج سيركت بتاعته مفتوحه، ف ما كانش في امكانيه ان هو يدخل البريكر تاني. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيب معذره دلوقتي في حاله احنا ما اتكلمناش عنها، ان الريلي لما حس بفولت في الثلاثه سايكل اللي انا محدد عليهم دولت، الثلاثه سايكل اللي في الصفحه الثانيه في الفريجا، حاول بعد ما عد الزمن بتاعه حاول ان هو يعمل اوتو ريكلوز للسيركت بريكر تاني. طيب هو لو حاول يعمل اوتو ريكلوز للسيركت بريكر تاني بس لقى ان في برضه كارنت بيدل ان لسه التريب موجود، فطبعا ده هيعمل بلوك ومش هيدخل البريكر على الفولت. فاحنا ممكن نعمل سيميوليشن ان احنا نزود عدد السايكلز اللي حصل فيها الفولت. تمام، ونعمل ستارت، بمجرد
هنعمل ستارت. بمجرد ما هنعمل ستارت الريلي هيعمل تريب بعد 30 سايكل من الحق. 30 سايكل اللي هم دول اللي هو الوضع النورمال. طبعا بعد ما عدى الوقت وبعد ما هيعد الريلي هيجي يرجع عشان يدخل البريكر، هيلاقي ان انا لسه حائن عليه 3 اضعاف الكرنت، بمعنى ان لسه هو شايف فولت على الخط. فطبعا هيعمل auto-reclose بلوك ومش هيقفل البريكر على الخط. شكرا. Good days brothers. We will illustrate auto-reclosure feature at 13.8 kV switch gear made by الفنار company. Okay. This feature auto-reclosure is only available for cable feeders or outgoing feeders. Okay. And I make it in for overhead transmission lines feeder. Okay. Here I will simulate to make auto-reclosure feature for the relay. Okay. By injecting for 13 cycle with the rated normal current with the rated setting of the relay. Okay. After that I will inject for 3 cycles with tripping current. Connection, as you see, is between Freja 300 to TB of the relay. Red, yellow, blue, as you see. Okay. Let we see the first page of Freja. This page of Freja show the normal operation or the normal current for the relay. 1 ampere for each phase and balanced. Okay, this is the first page. The second page, the second page show the tripping current. Okay, here, so I will inject for three cycles of trip current after 30 cycles with rated current. So when I will start now, breaker will trip, relay will send a trip signal to the breaker and make it trip. Excuse me, we must make the breaker at service, okay, as it is, and breaker close. As it is now in service, okay, in these cycles, 30 cycles, you will see a normal current and normal setting of the relay. There will not be trip. After that, in the 3 cycles, which is shown in the second page of Freja, it is a tripping setting. It will make trip for the circuit breaker. After that, it will try to auto-reclose the circuit breaker, hoping that fault is temporary, not permanent fault. Okay, we can start now and the breaker will trip. As you see, breaker is trip now for the 3 cycles.
after the relay time, breaker reclose again as it didn't see any trip setting. Thank you.